اهلا وسهلا يا جماعه في حلقه جديده معاكم كريم اشرف، والنهارده هنتكلم. انا عارف it's been ages، بس معلش خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. حلقه النهارده هتكون عن الوايت بالانس، and as always يلا بينا. طيب احنا النهارده هنقسم الفيديو يمكن على 3 حاجات. اول حاجه هنعرف ايه هو الوايت بالانس الديفينيشن، تاني حاجه هنشرحه هو بيشتغل ازاي، وتالت حاجه هنتكلم فيها اليوتيلايزيشن او ازاي نقدر نسخر ونستفيد بالوايت بالانس بتاعنا ان احنا نطلع صور مظبوطه. اول حاجه الديفينيشن بتاعنا بتاع الوايت بالانس هي فانكشن جوه الكاميرا بتاعتك، كل مهمتها ان هي بتبتدي تشوف السينري اللي قدامها، المنظر اللي انت بتصوره، وبتشوف اللايت اللي موجود في الصورة، وتحاول تطلع كل التونز وكل الالوان اللي موجودة قدامك اللي انت شايفها بعينك مظبوطة. ده كده الديفينيشن. طبعا احنا عارفين الصورة ممكن الالوان بتاعتها تفاري من وورم لكولد، يعني من صورة الوانها دافئة تمام لصورة الوانها باردة. ولما اقول دافئة يعني ميلة للالوان الدافئة اللي هي الاحمر الاورنج، مرورا للالوان الباردة لغاية الازرق تمام. اي منظر احنا بنصوره بتكون من الوان من الرينج ده، من هنا لهنا. اوكي، كل هدف الوايت بالانس جوه الكاميرا بتاعتك ان هي تعرف تصور صورة طبيعية زي اللي انت شايفها بعينك. طيب ايه اهمية بقى الوايت بالانس؟ احنا ليه بنركز على الوايت بالانس وبنحب نفهم هو بيشتغل ازاي؟ عشان ممكن بكل بساطة الكاميرا تخطئ تمام، ويكون في color cast طلع في الصورة. color cast يعني ايه؟ يعني من الاخر كده unwanted color. انت بتصور مثلا غروب تمام، لقيت ان الصورة ما فيهاش الاورنجز الزيادة اللي موجودة في المنظر قدامك. او بكل بساطة مثلا انت كنت بتصور جوه جيم تمام، وابتديت تشوف لون اخضر او لون ازرق مش طبيعي، مش موجود اصلا بعينك، انت ما كنتش شايفه طالع من حتة معينة. كل color cast ديت ممكن احنا نظبطها عن طريق الوايت بالانس. يعني من الاخر كده هدف الوايت بالانس ان انا اطلع اللون الابيض ابيض، وهتفهموا قصدي بعدين. والكاميرا بقى ابتدت تساعدك ان هي تحط لك اوبشنز معينه في الوايت بالانس، فانت هتلاقي الديفولت او اللي لما بتيجي تاخد الكاميرا بتاعتك بتلاقي الوايت بالانس معمول على اوتو. جميل، ده كده بيبقى اول اوبشن. في اوبشنز بقى اخرى هتلاقي موجوده في الكاميرا بتاعتك. فور اكزامبل لو انت بتصور في كلاودي، في يوم في غيام تمام كده، تبتدي تلاقي اللوجو ده، وده اللوجو اللي هو بيكاونتر افكت الكلاودي مود بتاعك. يعني انا دلوقتي بصور في يوم كلاودي ومليان مليان سحاب، جميل، لما اجي اصور بالمود ده هلاقي الالوان نيوترال. هو اي مود موجود في الكاميرا بتاعتك ده عشان يعمل تصحيح للالوان اللي ممكن تظهر لو انا كنت بصور في الجو ده. جميل، انا دلوقتي مثلا بصور بفلاش تمام، فانت تختار المود بتاع الفلاش عشان الكاميرا تبتدي تعمل تصحيح للالوان اللي ممكن تطلع لما تيجي تصور بفلاش، وهكذا. وبعدين برضو هتلاقي اوبشن المانيوال، وده بقى ان هو بيسيبك انت تختار ايه درجه الحراره اللي انت عايزها، ودي بتتقاس بالكالفن. جميل، فانت بيبقى عندك رينج كبير من البارد لغايه السخن على حسب انا بصور في ايه، فهصور في درجه في درجه معينه انا بظبطها في الميتر بتاعي، بيبقى بيتقاس بالكالفن. طيب انا بقى ممكن اصور بايه؟ احسن حاجه ممكن اصور باوتو، جميل، بس اميك شور ان انا بصور بالصيغه بتاعت رو مش جي بيج. رو مش جي بيج، طبعا لو عايزين تعرفوا اكتر ممكن تضغطوا على اللينك اللي فوق مش فاكر فين يفهمكم اكتر الفروقات ما بين ده وده. بس الروم الاخر كده هي الصيغه اللي بتحتفظ بيه بيانات الصوره. فبالتالي لو انا بصور برو وصورت على اوتوماتيك وايت بالانس ولقيت كلر كاست او لقيت في لون مش موجود على الحقيقه او لون غير مرجو منه يعني تمام، انا اقدر اخد الصوره ديت واعدلها بكل بساطه على اي سوفت وير انا مستخدمه، سواء كان فوتوشوب او لايت روم او غيره. بس اهم حاجه اكون بصور برو. فلو انت عايز تصور باوتوماتيك وايت بالانس totally okay. معظم الكاميرات الجديدة اصلا دلوقتي بتعرف تظبط الوايت بالانس كويس، بس سيان اهم حاجة بس تكون بتصور على رو عشان تحتفظ بالانفورميشن في الصورة اللي تخليك بعد كده تعمل اديت بكل بساطة. خليني اقول لكم بقى احنا ازاي نقدر نستفيد ونشتغل بالوايت بالانس بتاعنا. طيب خلينا اشرح لكم الاكزامبل دوت على الصورة ديت. دلوقتي انتوا شايفين يا جماعة اللاندسكيب دوت منظر طبيعي، بس في لون غالب في الصورة اللي هو اللون الازرق. زي ما انتوا شايفين اللون الازرق هنا عامل ازاي. طيب هل الصوره كانت كده على ارض الواقع؟ لا، هي ما كانتش كده توتالي. ازاي نقدر نظبط بقى الوايت بالانس بتاعها؟ هنا احنا عندنا التاب ده اللي هو بيبقى مكتوب عليه تمبريتشر، وهي درجه حراره الصوره. ده اللي هو الوايت بالانس زي ما قلنا، بيبتدي من الازرق خالص الالوان البارده لغايه الاصفر، ودي درجه الحراره العاليه. انا لما يكون عندي كولر كوست في الصوره زايد اللي هو الازرق
تمام؟ المفروض اعادل الكولر ده عشان الصورة تطلع نيوترال، وده الهدف من الوايت بالانس بتاعي، ان انا اخلي الصورة نيوترال على قد ما اقدر. لو ده طبعا الاوبجكتيف بتاعي في الصورة دي، ده الاوبجكتيف بتاعي. هبتدي اخد سلايدر من هنا، جميل، وابتدي اروح ناحية اليمين ناحية الاصفر، هتبتدوا تشوفوا الازرق في الصورة بيقل وبيبتدي يكون نيوترال. هبتدي اعمل ترايل ان ايرور كده، اقعد اجرب لغاية ما الاقي الصورة الى حد ما نيوترال، او الابيض باين ابيض، الابيض ما هوش مايل للاصفر او للازرق. اعتقد في الرينج ده كويس. طبعا احنا لو شفنا البيفور، بص دي الصورة الاصلية، وده الافتر بعد ما الى حد ما عملنا color correction للصورة بتاعتنا، الازرق اللي فيها ابتدى يقل. المنظر اللي انتم شايفينه ده المنظر اللي انا كنت شايفه بعيني. طيب ده استخدام واحد للوايت بالانس. انا ممكن مش بس انا مش عايز اعمل color correction، يعني الوايت بالانس الهدف بتاعه ان انت تعمل color correction، بس انا بقى مش عايز اكوركت الالوان بتاع الصوره، مش عايز اعمل تصحيح للالوان، بالعكس انا عايز ازود افكت انا كنت عايز اشوفه. يعني فور اكزامبل الصوره دي انا عايز اتخيل ان احنا وقت السانست، فانا اقدر اجي واقوم جاي مزود شويه ناحيه اليمين ناحيه الاصفر عشان ابين ان احنا كنا في سانست، او ان الغروب او الجولدن اور كان بيقرب، فساعتها الصوره ابتدت ان هي بدل ما كانت بارده، جميل، ان احنا في جو شتوي، انا ممكن دلوقتي خليتها مايل للاصفر شويه، ده يبين الصيف او الالوان الحر عامه، بتبين حته الجولدن اور والسانست على حسب انا عايز اعمل ايه. فالوايت بالانس بتاعك انت تقدر تستخدمه كشيء بتعمل بيه تصحيح للالوان كلر كوركشن، او تزود افكت انت كنت عايز تحطه اصلا في الصوره. اوكي يا جماعه، نكون خلصنا النهارده كلام على الوايت بالانس. لو حد عنده اسئله يا ريت يكتبها لي في الكومنتس بلو، او يبعت لي مسج وانا هجاوبه على السؤال بتاعه. مش عايز اقعد اقول وعود، لكن ان شاء الله نرجع واحده واحده نعمل حاجات كده، واللي انتوا عايزينه يعني لو في مواضيع معينه عايزين تتكلموا عليها قولوا لي نتكلم عليها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه الجايه، السلام عليكم.